تسنيم خلاص سكري على السيرة. طلعي خلاص طلعي من هون. طلعي طلعي. لك يا أمينة لشو بدك يعني اسكت؟ ها؟ أنت بتعرفي إنه بلال بيكون عدنان أبوه. أنت شو عم تقولي تسنيم؟ أنا سمعتهم بأداني هدول، عدنان آغا ونارين قالوا هذا الشيء، الآغا مرة قال إنه بلال ابنه كمان. لا لا تردي عليها، هي مجنونة. مجنونة مو هيك؟ قالها هذا سرنا ما حدا لازم يعرفه، بس خلينا ننتبه أكثر، وحتى قالها إنه أمينة وتسنيم ما عرفوا لهلا ولازم ندير بالنا، أنا سمعت غلط مثلا؟ انت عم تعرفي شو هذا اللي عم تحكي؟ قليلة الأدب، قص لسانك. ها هيك افتراء ما بيخطر على بال الشيطان حتى. اسمعيني. لك شوفي هاد تمك، إذا فتحتي بكلمة واحدة عدنان رح يموتك، وأنا بوقتها ما رح أوقف بوشه أبدا. يا بتسكري تمك وبتعدي بأدبك بهاد البيت، يا بتروحي عبيت أهلك. بعدي لا تردي عليها، هلأ ضغطك بيرتفع. بعدي أمينة. لشو عم تطلعي هيك؟ سمعتي شو قالت هالقليلة الأدب؟ أمينة اليوم هاي البنت زودتها كتير بالحكي، بكرة أنا بدي أبعتها على بيت أهلها وأرتاح. ليكي تسنيم وهي طالعة كانت موجوعة وبعدين وقعت، بس ما يصير للبيبي شي. طلي عليها وإذا صار شي نادي للداية، الولد ما له ذنب، بس والله إذا تسنيم ماتت مو فرقانة معي بنوب. والله عدنان إذا عرف الموضوع رح يقوصها ويموتها بإيده. يا الله شو أنا منبهتها وقايلت لها ما تفتح تمها بشي، قلت لها إنه ما بصير، بس هي ما سمعت. أمينة أوعك تقولي شي من اللي قالته هالمجنونة أو يزلق من تمك أي حرف. مستحيل يطلع من تمي هيك حكي. عن أي حكي عم تحكوا أنتو هلأ؟ مو شي مهم بنوب. أمينة عفواً، ممكن تتركينا بعد إذنك؟ بدي أحكي مع خالتي موضوع مهم. شوفي خالتي، تسنيم عرفت شي؟ حكيت؟ شو رح تحكي يا بنتي؟ لا شو بدها تكون حكيت؟ ما في شي. هلا أنا صدفت عند الباب، بحلقت فيه وكأنه في شي بدها تقوله، ومن شوي تحت سمعتني كم كلمة. ايش شوفي يا قلبي لا تردي عليها، هاي مجنونة منعرف هالشي. خالتي بدي أقولك هلا موضوع مهم كتير. لا تقولي لي في شي مو منيح وتوقعي لي قلبي، أنا ما عاد لي حيل أتحمل شي. خالتي وأنا كمان ما عاد لي حيل أتحمل شي، شو بدي أعمل بحالي؟ في شي كتير مهم صار لازم تعرفيه أنت التانية. قولي لشوف. فرات عرف كل الموضوع. فرات؟ عرف إنه بلال بيكون ابن فتون. انت قلتي له يعني؟ شو يا خالتي شايفتيني مجنونة؟ لا اكيد ما انا. تسنيم كيف صرتي؟ بطنك عم يوجعك شي؟
انتي ما وقفتي معي وكأنه ما بتعرفي كل القصة. شو اللي بدي أعرفه بالله؟ جيت وحكيتي بدون ما تفكري، أنا ما قلت لك حطي عقلك براسك ولا تجني وتحكي؟ ومشان هيك انتي وقفتي مع الأقوى ما هيك؟ تسنيم لمصلحتك اسكتي شوي. مرت عمي سكرت على السيرة مشان ما تكبر المشكلة، وهي معها حق والله. عدنان إذا سمع هالحكي رح يقتلك. أنت عم تعرفي وتفهمي شو عم تعملي وتحكي ولا مانك مستوعبة؟ الظاهر كتير موجوعة. بدك نادي للدايه؟